يا مساء الفل على كل مستمعي راديو 99 وخصوصا مستمعي برنامجنا باب الغنى 2023. هنكون معاكم من دلوقتي ولمده ساعتين مين عطا ورنا سماحه. ذكر رنا سماحه. ذكر مين عطا. وحشتونا جدا من الحد اللي فات لحد الحد ده زي ما انتم متعودين مننا كل حلقه. معانا ضيف مميز وعزيز على قلبنا. النهارده حلقه مميزه عندنا ضيفين جدا. لا يعني معلش ممكن نديه اتفضلي يا فندم. النهارده حلقه مميزه ومختلفه وسمينه كده، يعني عايزينكم تركزوا معانا، واللي فاتح الراديو يعليه، واللي مش فاتح الراديو يفتح الراديو، واللي فاتح الراديو عنده واحد صاحبه مش فاتح الراديو اي حاجه كل شغال. حلقه مهمه جدا، هتكلم عن عملاق كبير من عمالقه التلحين في الشرق الاوسط، الاستاذ الراحل محمد الموجي بمناسبه مئويه ميلاده. والنهارده معانا الحقيقه ضيفين مهمين جدا. معانا دكتوره غنوه الموجي ابنه الملحن محمد الموجي، ومعانا المؤلف بقى والموزع الموسيقي الجينيوس برضه هنتكلم عن اعماله، وليه اعمال كتير ما شاء الله مكسره الدنيا، احمد الموجي. منورنا. اهلا بيكم ومنورين راديو 90 وحلقه مهمه بالنسبه لنا احنا جدا والله العظيم. انتوا منورين الدنيا والله، انا بحب الاذاعه بتاعتكم جدا على فكره. ربنا يخليك. دايما بسمعها وبحب اسمعها بخصوصا يعني البرنامج بتاعكم، وبحب اسمعها بالليل كده بتنزلوا اغاني حلوه فعلا. ربنا يخليك. ده شرف لينا والله. منور يا استاذ احمد. بنورك يا رنا. طيب ربنا يخليك يا حب. طبعا اللي عايز يكلمنا يكلمنا على 2-18-10-8-66 واس ام اس على 199، الفيسبوك بتاعنا راديو 99، الهاشتاج بتاعنا على تويتر باب الغنى 2023. ايوه السنه اللي فاتت عدت من كل كلمه كلمه اندرسكور. تقدروا تشوفونا وتسمعونا من الابلكيشن بتاعنا راديو 99، هتلاقوه على اي اب ستور او اي بلاي ستور، وكمان الويب سايت بتاعنا 99.fm. دكتور نبدا بايه؟ نسمع ايه؟ نبدا بقى حاجه من البدايات، بدايه عبد الحليم حافظ مع الاستاذ صفيني مره. صفيني مره. مع انها على فكره مش اول اغنيه، بس هنقول المعلومه دي بعد الله. لا معانا اهلاويه يا جماعه. الله الله دكتور. يلا بينا نبدا بالسلطنه بقى، يعني حلقه كلها سلطنه. ولسه مكملين معاكم على الراديو 99، وحلقه طبعا زي ما انتم سامعين كده من اولها بدايتها أمر. بس أمر. صفيني مره. عايزين نعرف تفاصيل الغنى دي يا دكتور بقى، من كل اللي حكيناه بقى اوف اير عايزين اون اير تاني. عندك وقت؟ عندنا. طب راحتنا الحلقه بتاعتنا. قصتها طويله جدا، يعني ايه يعني هحاول اختصر على قد ما اقدر. ماشي. هي طبعا ناس كتير فاكرين ان صفيني مره اول اغنيه. لا هي مش اول اغنيه، كان في قبليها اغاني تانية كانت بتالف الاذاعه في الوقت ده، بس ما كانتش محققه شهره قوي يعني. يا تبري سلمن شطني حلو يسمر، ظالم، يا موعدني بكره، بتقول لي بكره، دي بدايات الموجي مع حليم. جه بعد كده صفيني مره، دي كانت بدايه الشهره. لكن قصتها ايه بقى؟ ان صفيني مره اصلا ما كانتش متلحنه لعبد الحليم مخصوص يعني. كان زمان بابا ايام ما كان لسه صغير يعني بيغني في كازن وصفية حلمي، كان فيه معاه مطربة اسمها زينب عبده، كان عامل لها صفيني مرة دي وكانت بتغنيها في الكازن. وبعدين لما الرقية يا جماعة الرقية وكانت يعني كانت بتغني حلو، كان صوتها حلو جدا. المهم لما بدأ بقى الموجي، انا هتكلم بقى واقول الموجي بلاش بابا دي، خدي راحتك. الموجي بدأ مشواره في الإذاعة، وبدأ يعمل أغاني لعبد الحليم وبعض المطربين الموجودين في الوقت ده. لقى صفيني مرة لحنها خسارة، إنها ما خدتش حظها يعني ما طلعتش للنور. فقال المطربين الموجودين مين؟ في عبد المطلب، في عبد الغني السيد، في شهرزاد، في كرم محمود، كانوا دول يعني متألقين في الإذاعة المصرية في الوقت ده. فقال أنا أعرض عليهم صفيني مرة وأشوف أنا وحظي. وكان ساعتها طبعا عبد الحليم مرافقه على طول كل مشواره، يعني معاه على طول رفيق الدرب فعلا. فكان بيروح معاه المشاوير دي، يروح لعبد الغني السيد ومع عبد الحليم، وعبد الحليم يروح مغني حته من صفيني مره يسمعها لعبد الغني السيد. عبد الغني السيد قال ايه؟ لا مش لون يا موجي. راحوا لعبد المطلب قالوا لا دي نغمتها جديده جدا، مش لايقه خالص على شخصيتي في الغنى، وهكذا. المهم الاغنيه ما لقتش اعجاب اي حد من المطربين دول. طب ده كان مع صفيني مره، متخيلين؟ حقيقي يعني. فطبعا عبد الحليم قال له طب ايه رايك يا موجي لما اغنيها انا؟ قال له والله ما عنديش مانع، يلا ورزقنا على الله انا وانت، يمكن الاغنيه فعلا تضرب. فراحوا كازينو او مسرح في الكورنيش في اسكندريه،
وغنوا بابا معاه على طول، كان معاه العود في الفرقه وراه لازم، وعبد الحليم بيغني. الجمهور مهيئ ان هو يسمع حاجات لعبد العزيز محمود، حاجات لعبد الوهاب في الوقت ده، لقى مين المطرب الصغير النحيف الصغير ده بيغني لنا نغمه جديده. قعدوا يهيصوا وفي ساعات يقولوا لا ده ضربوه بالبيض والطماطم، لا ده مقوله مش صح يعني. يعني مش هيخشوا معاهم مسبيته فيها بيض وطماطم يعني. لا هم عملوا طبعا دوشه ورفضوا خالص الاغنيه دي. طبعا عدى اول يوم صاحب المسرح فوتها اول يوم، تاني يوم تالت يوم لقى الحكايه كل يوم الجمهور رافض الاغنيه. فقال عبد الحليم يا حليم اسمع كلام الجمهور وغني لهم اللي هم عايزينه. قال لا انا مش هغني الا صافين مر. قال له طب لو اصريت على كده مش هتكمل معانا وهتمشي تطلع بره بقى انت وموجي. وكانت موجوده في الوقت ده مين بترقص؟ الفنانه اللي انا بموت فيها تحية كاريوكا. لقيت الحوار ده دخلت لصاحب المسرح قالت له انت بتزعقلهم ليه؟ هم عملوا ايه وعايز تطردهم ليه؟ قال لها كده ما بيسمعوش الكلام ولازم إيه؟ قالت له طب والله لو طردتهم لا همشي معاهم. قال لها طب انت كمان بره. ف كلهم مشيوا يعني. بس ولفت السنين جت وقت اعلان الجمهوريه، عبد الحليم كان موجود في الحفله في الكواليس وكان نفسه يطلع بس يقول ان شاء الله 10 دقائق من اي حاجه. فالفنان الكبير يوسف وهبي هو اللي كان بيقدم فقرات الحفله. فصباح كان المفروض تغني في الوقت ده اتاخرت، كلمتهم قالت لهم انا عندي تصوير بس هتاخر عنكم ربع ساعه. فيوسف وهبي قال له تعالى تعالى مش انت عايز تغني تعالى. الفرقه اللي هنا دي عارفين الاغنيه؟ قال له اه عارفينها. طب يلا. وقبل ما يطلع كان ساعتها اعلن الجمهوريه. اوكي. فيوسف وهبي طلع قال ايه؟ انا بعلن عليكم اعلان الجمهوريه وبعلن ليكم بقدم لكم صوت موهبه جديده اسمه عبد الحليم حافظ وهيغني لكم صافيني مره. طلع طبعا على المسرح الجمهور كان في حاله نفسيه عاليه جدا من الخبر الجميل ده. طلع عبد الحليم غنى صافيني مره كسر الدنيا. سبحان الله. وتاني سنه راح لنفس المسرح اللي اتطرد منه. يعني بابا كان بيحكي لي لان انا لما عملت عنه رساله ماجستير حكى لي كل التفاصيل دي. قال لي ما كناش لاقيين مكان لرجلنا نعدي من الزحمه. اما عرفوا ان عبد الحليم هيغني صافيني مره. شفتوا يا جماعه الدنيا؟ شفتوا الدنيا؟ طيب هننتقل من 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 دكتور غنى وهنرجع لها كتير قوي. هنروح بقى الاستاذ احمد. طبعا تفعيله فنيه بحته. بحته. خلاص يعني ما فيش مفر. انت في المزيكا في المزيكا اتزنقت بقى خلاص. احكي لنا بدايه دخولك المزيكا واشمعنى التاليف الموسيقي ومين اللي اعترضك في البدايه؟ كنا كل حاجه دكتور موجود اهي. اعترضوني كل حاجه اتقال. اعترضوني كتير. لا ده هو خدعني خدعه كبيره هو هيقول لكم عليها. ايه بقى؟ لو انا كنت بحب لو انا صغير انا ساكت ما بتكلمش. انا بيتفاجئوا بالتصرفات على طول. مش غير المساكت ده. اصل هو موهوب في حاجات كتير جدا يعني يرسم ويخطه حلو جدا لدرجه ان بروزنا له الخطوط كان بيكتب كل انواع الخطوط ويرسم حاجات صعبه جدا من هو عنده 6 7 سنين. طب انت وصوته حلو وبيعرف يعزف بيانو. طب انت موهوب في ايه بالظبط؟ هو يحكي لكم بقى. بالنسبه لهم انا سببت لهم حيره اكتر ما هي يعني مش عارفين انا عايز ايه. فلفتره بقيت مهووس بالموسيقى اكتر يعني سبت الخط العربي ورحت الموسيقى. اوكي. وقاعد على طول على البيانو واسمع حاجات واطلعها اسمع واطلع. بس طبعا قبل ما اطلع حاجات انا كنت قلت لك علميني بتلعب بيانو ازاي. بشوفها بتلعب حاجات جميله جدا وبتاع. علميني يا ماما علميني. مش دلوقتي. تقعد ايه تاجلني لغايه ما من كتر الزن زهقت. قالت طيب بص سلم سلم دو اهو تلعبه بايدك اليمين وايدك الشمال تقوم تحط ايه تبتدي تحط اكورات. وسابتني فشهر كده ولقيتني بدات اطلع حاجات ومقطوعات يعني مش سهله تطلع يعني. فاتفاجئت. وبعدين بتراقبني كل ده من بعيد وهي ساكته يعني قالت لي ده بعدين مش ساعتها. بعد كده بدات اطلع حاجات وبعدين بدات الف حاجات يعني جمل كده خفيفه على قدي على قد المخزون اللي طلعت بيه يعني من الحاجات اللي كنت بطلعها. برضو ايه عايز تشوف انا هوصل لفين اخر ايه. فسايباني خالص. وبعدين
بدأت بقى اتهوس بخالي يحيى. طبعا استاذ يحيى كان ساعتها له نجاحات كبيره جدا، مفيش حاجه تنزل له الا لما تكسر الدنيا. عملنا مع حلقه كانت من احلى حلقات الحقيقه. فكنت استنى الشريط بتاعه هيعمله امتى، هينزل امتى. وبعدين كنت محظوظ ان انا كنت بغني مع كورال الاطفال، غنيت كذا حاجه يعني، غنيت كنا احنا الاحفاد اصلا، كنا غنينا مع انغام ساعدني واساعدك، سميرة سعيد بحبك، انا لو حبيبك محمد فؤاد. يا نهار ابيض. لا كانت هتات كلها. فجو الاستوديو وعجبني جدا، بحبه جدا، زائد ان انا مهووس بالموسيقى اصلا، والجو العام كله كان موديني في الحته دي. بس انت كنت متفوق دراسيا جدا كمان. كنت شاطر جدا يعني، ما يقلش عن حاجه و90 كل سنه. ما هو يا دكتور دخل قسم من اصعب اقسام الموسيقى العربيه، التاليف الموسيقي يعني. لا بس هو في حاجه عمل ايه في الثانويه العامه بقى؟ يحكي لك عمل ايه في الثانويه. اقول لك عملت ايه؟ ده مش سهل. لا عملت ايه؟ عملت كل ده وانا ساكت يعني. كل ده وانا ساكت يعني. هو شاطر وبيطلع من الاوائل والكلام. شوف عمل ايه في الثانويه العامه. هو بابا كان خايف عليا من الوسط، فقال لي ايه، طب بص جيب مجموع كويس في اعداديه وادخلك ثانوي، لان كنت عايز اخش من ثانوي واتعلم كمان جل. كنت عايز امشي على خطوات خالي يعني. فقال جبت له مجموع كويس جدا، جبت له حاجه 93% باين حاجه كده. فراح قال لي بص يعني هم بيقيسوا ان طالما تقدر تجيب ده في اعداديه ممكن تجيبها في ثانويه عامه وتخش هندسه والموسيقى على جنب كده وبتاع. بس قلت له حاضر يا بابا، ورحت عامل خطه ثانيه خالص بقى. ايوه ملهاش دعوه باللي هو عايزه. فوقتها بقى كان ثانويه عامه وفي دروس وحاجات زي كده، كنت ازوغ من الدرس واروح على خالي بيته. هو كان عنده كيبورد وسيكونسر وبتاع، وكان هو كان يسافر. كنت اسال حتى مرات خالي اقول لها هو سافر؟ طب مفتاح الاوضه بتاعته فين؟ فتفتح لي، كانت بتسرسبني جوه. واقعد الف واعمل حاجات واسجلها وانقلها على الشريط وبتاع. كان شيك كاسيت ساعتها. واقعد اسمع واشوف انا عملت ده حلو وده وحش وبتاع. فعايش دروس انا ومفيش دروس، مفيش مدرسه، مفيش درس ودرس لا. اللي بقى ايه اقدر احصل يعني اللي هو عشان ضميرك برضه. يعني برضه حرام الفلوس اللي بتدفع دي على الارض يعني. ست كنت بتلعب في الاجهزه. دي حاجه ثانيه. بتلعب في الاجهزه عنده ده مره اتصل. رحت لحد هو كان وقتها حاجه جهاز اسمه ام سي 50 سكوينسر قبل ما الكمبيوتر يظهر. فرحت لحد قلت له انا عايز الكتالوج بتاعه. بوظته؟ عملت بروجرام على مزاجي انا. اوكي ما شاء الله. كده الراجل راجع. انا بدخل اوضته من وراه وعملت بروجرام على مزاجك. هو هيخش يشتغل ازاي؟ طب خلينا نروح نسمع هشام عباس اللوكاندا، ودي حاجه من الحانك وتوزيعك. ونرجع نكمل. ده احنا الحلقه بتاعتنا عايزين حلقتين كمان. ده حقيقي والله. نمد بقى لحد بكره. لحد الجاي. لسه بتسمعونا ومكملين معاكم على الراديو 90 90. وايه نخش على نسال على ايه تاني؟ نكمل احنا لسه مكملين. نكمل موجي. ما ينفعش موجي. عايز اعرف بس سريعا كده عملت ايه في الثانويه العامه؟ الثانويه العامه بس دي كفايه قوي. دي كفايه قوي. ما هو وقتها بقى كنت يعني عامل خطه كده لوحدي، وكنت اذاكر. وانت اصلا شاطر جدا وعلمي. فجبت يعني هو كان مجموع على سنتين، فالسنه الاولانيه رحت جايب لهم 80% يعني اتصدموا. فرحت صدم من الصدمه الثانيه جبت لهم 67، الاثنين على بعض 73، ما دخلنيش حاجه خالص. انت عارف خالص. انت رايح في الحته دي ولا بالصدفه؟ مصمم. لا مصمم. انت رايح في الحته دي. هو عارف هو بيعمل ايه يعني. هم اللي مش عارفين هو بيعمل ايه. كان ريسك طبعا، لان انا ضميري نصين، اللي هو انا شايف نفسي ان انا بحقق حلمي، وفي نفس الوقت شايف ماما يعني مقهوره وزعلانه وبابا مصدوم جدا. فاللي هو بس طب كان ايه وجه اعتراضك يا دكتور؟ يعني العيله كلها عيله مزيكا، عيله في المزيكا، وحضرتك دكتوره في المعهد العالي للموسيقى العربيه. هقول لك ليه؟ لان هو من صغره هو متفوق. عارفه لو هو من صغره مجاميعه قليله او كده ما كنتش هزعل. لكن التفوق. وبعدين كان شاطر جدا في الكمبيوتر. أوكي. يعني كان يفكه ويركبه، وعمل لنا قفله مره بس يعني ماشي. كنت شايفاه مهندس. كنت شايفاه دماغه يعني استخسار. استخسرت. استخسرت دماغه بصراحه. ده قد الدنيا. يا دكتور حضرتك عملتي رساله الماجستير عن الاستاذ محمد المنير، وجزء في الدكتوراه كمان. وجزء كمان في الدكتوراه. كان الماجستير عن اسلوب محمد الموجي في تلحين.
والحمد لله كان على قيد الحياة وداني كل المعلومات. الله. عايزين نعرف ردة فعله برضو على الماجستير. ده كانت مفاجأة وكانت حاجة يعني هو ما كانش يعرف ان انا كنت من وراه مدبرة الموضوع دوت. برضو في حاجة في حاجة في العائلة بتحصل هو نفس الموضوع. انا ليه ما قلتلوش من الاول؟ علشان كنت خايفة من ردود الافعال فما كنتش عاوزة يعيش معايا اللحظة بلحظة. بابا كان حساس جدا وممكن يقلق ممكن, وكنت انا عشان اخر العنقود كان بيقلق عليا في اي حاجة يعني. فقلت انا ايه هتصرف واشوف. والمهم لاني اتأخرت قال لي فين الماجستير بتاعك؟ قلت له يا بابا الماجستير بتاعي يعني متعطل شوية في عقدة يعني. قال لي ليه؟ قلت له كل ما قدمه لجنة الاستمرار يترفض. قال لي ليه موضوعك عن ايه يعني؟ قلت له عن اسلوب محمد الموجي في التلحين. قال لي يا نهار ابيض اتخض جدا. قال لي مليهم حق يا بنتي, هو في واحده في الدنيا تعمل رساله عن باباها دي ما حصلتش في التاريخ. فقلت له ما هو دلوقتي انا اقنعتهم بكلمه. قلت لهم هتلاقوا مصدر موثوق فيه اكتر من بنت هتجيب من باباها وهو الحمد لله على قيد الحياة. هو لازم يكون توفى وافضل انا ابحث بقى يجيب معلومة صح يجيبها غلط. ففي طبعا ناس اقتنعت وقالوا اه وهو أوكي. طبعا يستحق طبعا, ولكن الموضوع كان غريب عليهم قوي. عشان كده حصل اختلاف في وجهات النظر يعني. فقال لي بابا طب هتعملي ايه؟ قلت له انا هأصر, انا هفضل على مبدئي وخلاص, انا مش هسيب الموضوع ده. وفعلا وطلع طبعا لجنة الأكاديمية برضو اترفض من فوق, وكان قعدت يعني على أعصابي. ايه سبب الرفض طيب؟ قالوا لي ان يعني حكاية ان بنت تعمل رسالة عن والدها دي حاجة غريبة, مش هتبقي موضوعية يعني. ممكن تتكلم عنه هتبقي متحيزة جدا. قلت لهم لا, انا لا هقيمه ولا هنقده ولا جانب ده ملغي خالص, انا هحلل اعماله. انا هأبرز تاريخه في شكل رساله ماجستير. يعني لو كنت عملت رساله عن محمد عبد الوهاب او محمد فوزي او فريد الأطرش كان هيبقى نفس الخطوات. فطبعا فين وفين لما الحقيقه الدكتوره رتيبه الحفني ساعتها وقفت جنبي جدا, هي والدكتوره ليندا فتح الله, ودعموني جدا قدام لجنه المعهد ولجنة الأكاديمية, لأنهم اقتنعوا جدا بالفكرة يعني. والحمد لله تمت على خير. وأنا واحدة من يا جماعة من الناس اللي كنت طالبة عند دكتور أيوة. عايزين موقف كده. أنا كنت طالبة موقف تحكي أرسل والله. لا أنا هقول لك على حاجة. شلوت طر أي حاجة كان مكان. لا والله أنا كنت بس هي أنا هفتن عليكي حتة قد كده. من حقك تفضل. رنا كانت ما بتحضرش قوي. صح حصل. دايما غايبه غايبه غايبه. هقول لكم انا بقى الفتره دي نجمه من يومك. لا والله نجمه الفتره دي كنت بشتغل لايف فما كنتش أيوة. عارفه اوفق بين المعهد وبين فلوس. هي على فكره زيها زي كتير من المعهد كده يعني. مش صحيح. في كتير من المعهد كله ما بيحضرش بيشتغلوا في حاجات ثانيه فتلاقي حضورهم مش قوي. اللي بيصور بيمثل بس برضه انت كنت طيبه يا دكتور. كنت طيبه جدا والله. كنت طيبه الطلبه كل الطلبه كانوا بيستغلوا طيبتي جدا يعني. لو جه حد عمل عليها فيلم هصدقه واقول له طب يا حبيبي معلش مفيش حاجه يعني. هو يكون عامل بلوى مثلا. لا بس انا كنت بعمل بلاوي الحمد لله. انا كنت بشتغل يا جماعه. كنت بشتغل. طيب نروح نسمع. انا لسه صغيره ونرجع نتكلم. يلا بينا سعاد حسن. تسمعونا مكملين واحده منك الهوا كله. اتفضل يا استاذ مينا ادخل. والله ما داخل. خش يا باشا. طب لسه مكملين معاكم على راديو 99 باب الغنى 2023 مينا عطا ورانا سماحه ومنورنا دكتوره غنوة الموجي والموزع والمؤلف الموسيقي احمد عادل الموجي. انا محتاج اتكلم معاك عن 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 مزيكه طريق الكباش. افتتاح طريق الكباش. ايوه. كتاليف موسيقي ازاي عملت الموضوع ده يا معلم؟ يعني زي عملت ايه؟ احكي لنا تفاصيل من اول ما جالك الموضوع. لا ما تقولش كده. لا انا مش قصدي صدفه او مش صدفه, انا بتكلم على ازاي عملت المزيكا دي ما شاء الله يعني. كسرت الدنيا يعني. اصلا فكره ان الناس دلوقتي تفهم مزيكا وتبقى ترند وكل السوشيال ميديا بتتكلم عنها, انا بشوف ان دي ظاهره حلوه قوي قوي قوي. وخدت منك وقت قد ايه؟ كل التفاصيل. خدت مني وقت 20 يوم. احكي لنا من الاول. هو مايسترو نادر عباسي هو كان في الاول خالص كان فكره الموضوع ان هو يبقى ميوزك سوبرفايزر, مشرف على كذا مؤلف هيشتغلوا فيها. وبعدين واحد ورا التاني بيعتذر
وهو مش عارف بقى يعني هنعمل ايه. فرحت بعت له حاجة كده 30 ثانية، قلت له اسمع دي وقول لي رأيك. فقال لي دي ايه دي؟ قلت له دي بتاعتي. قال لي وانت بتألف يا ابني؟ قلت له اه. انا بقالي 6 سنين معاك وما تعرفش ان ما اعرفش منك انك بتألف؟ قلت له اه. طب يلا بقى يلا. ما قدمناش غير 20 يوم. فطبعا ايه بقى كل يوم بقعد ألف وهو يوجهني يقول لي لا احنا محتاجين كذا، لان هو عنده البريف كله وعنده رؤية الموضوع. فبيوجهني يقول لي لا احنا عايزين جملة دي تكون اطول، لا عبر عن ده بشكل احسن من كده، طب ايه رأيك تتصرف معاها تعمل كذا، طب كذا، بيقعد يوجهني لحد اما خلصناها. ازاي بقى دي؟ انا ما بفكرش يعني. هو طبعا انا خدت اللي بيجي، انا طبعا خدت بريف طبعا، عارف التحركات ايه. هعمل هترجم عن مين؟ هترجم كلام، هترجم لان هو مش كله كلام، في حاجات موسيقى بس ببقى عارف. لا انا قصدي الكلام يعني اللي بيحصل. ف هو بيحتفل احتفال سنوي كده القدماء المصريين، احتفال اسمه احتفال عيد الاوبت. ده عن الخصوبه والخير، وكان حاجه احتفاليه جميله جدا يعني ساعتها. ودوني اخصائي تخاطب ارجوكم. مش عارف اتكلم، الحروف بتركب على بعض. ماشي بالراحه عليا والنبي. ماشي انت هتعمل دخله عن الاله امون، بعدين الاله خنسو، بعدين الاله موت، فكل واحد منهم ليه شخصيه. امون غامض ذاكرتهم طبعا طبعا، ما كانها مسخطه صوريه بالظبط. فطبعا قعدت اجمع معلومات ومن هنا ومن هنا ومن التاريخ وايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش لحد اما طلعت بالنتيجه دي. والمايسترو معايا طبعا متابعني على طول على التليفون، فطلعنا بنتيجه الحمد لله كويسه يعني. مبهره. الموضوع ازاي يعني؟ توقعت ان الناس هتفهم اللي انت بتقدمه ده اصلا؟ والله بص انا وقتها ما كنتش حاسس بحاجه خالص. بنام 3 ساعات في اليوم ودماغي مش معايا. فبدات استوعب بعدين اللي هو ايه، ماشي كده اوتو بايلوت يعني. فبس الاقتصاد كويس والاعلام مهتم جدا وكل شويه تليفونات وبرامج وبتاع. حدث عظيم طبعا الموضوع. طب والله كويس. انا عايز اسال الدكتور بس عن لما سمعتي او شفتي النجاح. الموضوع كان ترند جدا الفتره دي، حسيتي بايه وانت حسيتي رغم ان انت كنتي ضد فكره ان احمد يبقى جوه المزيكا وبيعمل عمل عظيم ومهم زي ده؟ انا ما كنتش ضد احمد خالص انه يدرس مزيكا، لا خالص، بالعكس كنت بعلمه. وعلى فكره استغليته في الدكتوراه. كان في جزء عامل عشان كنت عاملاه على المسرح الغنائي. كنت عامله اوبريت صغير كده، ومن ضمن الاوبريت يعني من ضمن الشخصيات طفل بيغني، فاستغليته وغنى وكنت سعيده بيه جدا يعني. فانا لا بالعكس شجعته جامد يعني. طبعا موضوع الكباش ده انا ما كنتش اعرف عنه اي حاجه. دايما احمد بيشتغل في صمت. كل حاجه. بتفاجئ يعني، ممكن حاجه ممكن ينسى كمان يقول لي انا عملت كذا، اتفاجئ التلفزيون ان في حاجه، الاذاعه فيها حاجه. فلقيته فجاه كده على الواتس بعت لي كده صوت، قال لي اسمعي الموسيقى دي كده. قلت له فيها ايه دي؟ قال لي اسمعي بس. سمعت. قال لي بس قولي لي انطباعك ايه ما تسمعيها، يعني ايه اللي انت حسيتيه، خيالك وداكي لفين لما سمعتي الموسيقى دي. طبعا انا سمعت بتركيز كده، لقيت ان الحكايه ده حاجه اسطوريه، حاجه تاريخيه، حاجه ايه العمق ده، في حاجه جمل شديده جدا يعني. قلت له لا دي حاجه بتعبر عن حاجه فرعونيه يا احمد، او حاجه من غير ما يقول لك هي ايه. ما قاليش ده ايه، هو عايز يشوف هو عبر صح ولا لا. ف مش عايز مجاملات. قلت له لا دي حاجه بس ترجمت صح على طول. الحقيقه خيالي وداني للسكه دي. فلقيته لا بيقول لي ده ان شاء الله انا عملت طريق الكباش. طبعا انا فرحت جدا، لان كان في اعلانات قبليها ان في طريق كباش وفي افتتاح والرئيس هيحضر وبتاع، حاجه حدث كبير جدا طبعا. ما كنتش اعرف ان هو اللي قايم بالشغلانه دي كلها. طبعا اول ما قال لي انا خفت جدا واتخضيت جدا، ان ده عمل كبير قوي، كنت خايفه عليه قوي. لقيه مجهوده ده ما يتحسش، او الناس ما تحسش بيه قوي، وخصوصا ان موكب المومياوات عمل صدى كبير قوي. صح. فكنت خايفه عليه من يبقى فيه مقارنات او حاجه. بس طبعا فضلت على اعصابي لحد يوم الافتتاح، ومتابعه جدا في التلفزيون وبسجل عندي وقاعده بقى كده يعني متنحه. والله يعني اللي يكلمني بقى مش هيحصل له كويس. انا مركزه جدا
ومن أول ثانية الموسيقى طبعا عندي فكرة عنها، بس مع التصوير التجسيد الصورة مع الصوت مع الـ الرقصات مع التعبيرات اللي كانت موجودة في كل حاجة، العمل متكامل جدا. أنا فرحت بيه قوي الحقيقة، وقلت هنا أحمد فعلا أثبت نفسه جدا بحقيقة. وأثبت للناس كلها قد إيه هو مؤلف، عشان الناس واخدين عنه فكرة أنه هو موزع فقط، محدش عارف أنه هو وزع حاجات كتير، لكن كمؤلف دي كان يعني بداية التعارف، دي كانت بداية التعارف. تيجي نسمع جزء؟ نسمع جزء، يلا بينا. ولسه مكملين معاك على الراديو 90 ايه بكسر الاستوديو كالعاده. انت بتحاربيني على فكره. انا قويه قوي. منورانا دكتور غنوه. يا دكتور انا بجد انا مبسوطه قوي بالحلقه دي يا جماعه، مش عايزاها تخلص. دكتور مين اختار اسم غنوه وليه الاسم يعني دكتور الهام وبعدين بتحبي انهي الهام اكتر ولا غنوه؟ غنوه طبعا، لان الهام اسمي الرسمي اللي ارتبط بقى من وانا طفله الحضانه ابتدائي اعدادي ثانوي بعد كده الكليه بعد كده بقيت استاذ في الاكاديميه، كله الهام الهام رسمي رسمي، انما يعني الشهره واللي معروفه بيه غنوه. يعني جوه المعهد ما يعرفوش ان اسمي غنوه، ده حقيقي. انا عرفت بعدين ما يعرفوش ان اسمي الهام، واخده بالك؟ صحيح. فبابا اللي سماني غنوه لانه كان مسمي قبليه اختي الكبيره الحان وانغام، بس يعني الله يرحمهم الاثنين يعني. بس من كتر ما بيحب الموسيقى سمى بناته على اسم اسامي موسيقيه يعني. بس خالي عبد السلام بقى الشاعر والسيناريست عبد السلام امين طب كان موجود وقت ما اتولدت، فقال لبابا طب ما تسميها على حرف الالف زي اخواتها، فسماها الهام. هو خالي كان بيحب اسم الهام قوي، فبابا قال له ماشي الهام برضو يخش في داخل في الالهام والخيال والكلام ده، فالهام برضو اسم حلو، بس انا بحب غنوه اكتر. قال له طب خلي الهام في شهاده الميلاد وغنوه انده لها بغنوه. طيب عايزينك تكلمينا طبعا الاستاذ محمد الموجي عمل تقريبا كل اشكال الاغنيه، عمل القصيده وعمل انت بقى من خلال معاصرتك ليه في الفتره دي، هل كان في سبب ان انت تخشي تدرسي المزيكا من اللي انت شفتيه من التنوع الموسيقي مع والدك الاستاذ محمد الموجي؟ والله انا حبيت الموسيقى منه طبعا. وبعدين احنا عائله الموجي سواء خلان عمام ولاد خالي ولاد خالتي ولاد عمتي، العيله كلها من الجدود. لان طبعا جدي والد بابا وجدي والد ماما، ما هو ماما وبابا قرايب ولاد عم ولاد خالة، كانوا بيعشقوا الموسيقى اصلا وكانوا صوتهم حلو وعندهم الالات الموسيقيه العود والكمانجه، فالعيله كلها عندها الجينات، حتى العيله كلها بتغني، العيله كلها بتلحن، العيله كلها بتعزف. انا عايزه احضر اجتماعات العيله لو سمحت. حصلت والله. المطرب محرم فؤاد مره جيت عزم عندنا في عيد ميلاد، فكلنا غنينا، كان عيد ميلاد بابا وكلنا بنغني، فمحرم فؤاد بص قوي كده ايه ده في ايه ده كورال ده كورال ينفع يا فالجينات عندنا متاصله، وطلعت حبه ده يعني من وانا صغيره عندي 7 سنين حافظه غاب القمر يا ابن عمي بتاعت شادية. حتى شادية خدتها كانت مش حافظه الكلمات تطلع حفله، فانا جيت اقول سلم على شعري غلطت قلت ملس على شعري فغنيتها في الحفله ملس على شعري، قالت له والله يا محمد ملس احلى من سلم. الله. فمن زمان بحب اغني، من زمان بابا جاب لي بيانو وانا صغيره عندي 7 سنين كنت معاه في لبنان، فنام صحي الصبح لقى حد بيعزف على البيانو بره، لاني طلعت كل اناشيد المدرسه. الله. فبقيت اروح معاه الاستوديوهات بقى في التسجيلات، حضرت تسجيلات كتير، غاب القمر دي انا حضرت تسجيلها وكنت صغيره جدا يعني، لكن خرجت من الاستوديو حافظاها صم. طب احمد انت حضرت جدك الاستاذ محمد الموجي؟ حضرته في الاواخر. محظوظ انت قعدت معاه 8 سنين ما شاء الله. كنت عايش معاه 8 سنين. كان بياخده معاه المكتب وكان بينزل يشتري له هدومه وكان بياكله معاه ومهما احمد يكسر في البيت يقول لهم سيبوه يكسر عادي يعني، كان بيحبه جدا يعني دلعه قوي. عايزين اسال بس يا دكتور، هل الاستاذ محمد الموجي هو بيلحن مثلا الاغاني كان عايش حاله معينه انت تبقي شايفاها او متاثر بالاغنيه اللي هو بيلحنها او عايش فيها؟ هو كان بيجي له الالهام وهو قاعد يعني، حتى هو بيتغدى معانا قاعد بياكل كده نلاقيه كده سرح مننا وبيزن في جمله او قاعدين بنتكلم معاه في حاجه فجاه نلاقيه سكت وفي جمله كده
جت في باله. يعني يعني الوحي بتاعه بيقوله ملوش معد. لكن ماما بقى حبيبتي الله يرحمها دي كانت مهيئة له جو تماما. كان لنا شقتين قدام بعض, شقة لبابا لوحده بالصالون بتاعه بحمامه بقط النوم يعني الصومعة بتاعته, واحنا الشقة اللي فيها بقى الأولاد ودوشتهم وكلام. وكمان جابت له مكتب في وسط البلد في شارع الشواربي, هي اللي جابته له وفاجئته بيه, عملته مفاجأة. يا جميل. قالت له أنا جبت لك مكتب ده بقى تروح تقابل فيه الفنانين وتعمل فيه أي ألحان بقى عايز تختلي بنفسك, عايز يعني تبعد عن جو العائلي مهما كان, مهما كان ليك أوضة. طبعا مهم قوي يكون الفنان متجوز حد. وهي اللي قالت له يعني رغم ان احنا ليه شقة لوحده, قالت له لا برضو هيبقى جو عيلة, هتسمع صوت جرس الباب, لا هتسمع صوت الأسانسير, لا. فالحاجات دي قالت له لا, شقة في وسط البلد ليك انت, وموجودة لغاية دلوقتي. دلوقتي الزوجة بتعمل الاستوديو جوه جوه الشقة. بعدين نتكلم عن موضوع الرسم. طب نروح نسمع أقدم عليك من رواية الأستاذ محمد المومي, نرجع نكمل. بتسمعونا ومكملين معكم حلقتنا من باب الغنى 2023, ومنورانا دكتور غنوة الموجي أو إلهام الموجي زي ما أنتم حابين بقى. اختاروا. اختاروا. والمؤلف الموسيقي والموزع أحمد الموجي. احمد عايز اجيلك بقى شويه, يعني طبعا انت اتعاونت مع نجوم كتير قوي, يعني حمائي, نوال الزغبي, امل ماهر, راشد الماجد, ابراهيم الحكمي, لؤي, سميره سعيد, عامل طوبه نبيل, في طوبه, وعامل لو كان رنا بخطري, ورنا سماحه, رنا سماحه حقيقي, عملت لنا برضه مصر اللي بجد, وعملنا حاجات اللي معاه يعني في الراديو, في تترات وجنجلات. خلينا بقى على الكوره ومشيت يعني. خلينا نروح لعفرته بقى. احكي لي بقى الاغنيه اللي عملتوها مع بعض في 8 ساعات, ايه الاغنيه اللي عملتها في 8 ساعات وازاي طلعت بالحلاوه دي والشياكه دي؟ والله بص شخص سليم دي بتبقى خلاص احنا جوه الاكشن, اتجمعنا مع بعض وعايزين نعمل حاجه. طبعا قعدنا نتفاهم لان كل واحد جاي من حته طبعا, وده كان هدف البرنامج اصلا, نشوف الاتنين دول مع بعض هيعملوا ميكس شكله ايه. فطرق هو كان محتار شويه وانا كمان كنت مش عارف ابتدي اعمل ايه. طرق طب احنا حاسين بايه دلوقتي, انت حاسس بايه, عايز تتكلم عن ايه, كان نفسك في حاجه مثلا ما عملتهاش؟ فقال لي فعلا كان نفسي اتكلم عن نفسي وبتاع. قلت له طب يلا, عمل اول سطر فاخدت منه بيكتب وانتوا قاعدين كل حاجه بتحصل اون سبوت يعني. فكتب اول سطر انت كده عايز تعمل في كان قصه وفيها كيرف الموضوع عمال يعلى وفي في دراما شويه يعني. قلت له طيب تعال نجرب. بقيت احط ايدي على البيانو, قال لي ماشي حلو ده, طب سرع شويه, طب بطئ شويه, طب قال لي النغمات. فاللي هو بدات اعمل له أرضية يبتدي يتكلم عليها, وشوية شوية من تحت منه ببتدي بقى بطلع بالقصة وبتطور مع بالمزيكا مع تطور القصة. بتحكي برضه؟ بحكي معاه, لازم أترجم اللي هو بيعمله, ما ينفعش أبقى هادي قوي وهو سخنان خالص, هيبقى محدش هيصدق اللي حاصل, هيقفل التراك التراك أو. فلازم أبقى معاه كده على طول خطوة بخطوة. طلع بقى ازاي ده, كان قدامنا بقى اللي هو قدامكم 8 ساعات اتصرفوا. طلعت حلوه قوي يا جماعه, انا بقى انا بحبها قوي, عمل شغله يعني. طيب خلينا نروح بقى لناحيه تانية, جانب اخر من الـ من من الـ من الجوانب اللي عندك, بما انك راجل مالتي تالنت, عندك حاجات كتير قوي يا احمد ما شاء الله يعني. الله اكبر. عامل لهيثم نبيل كم اغنيه, انا واحده من الناس اللي بتحب الاغاني اللي انت عاملها لهيثم. عملنا اغاني كتير حلوه سوا, عملت صوره منك, عملت لسه فاكره وكنا صغيرين. فالتعامل مع هيثم وانك من مؤلف موسيقي بتعمل بقى مزيكا بقى لو انت بتعمل اغنيه عادي, قصيه كلها لازم هي في حاجه بتتحكي, سواء بكلام بغنى او بالموسيقى نفسها, في حاجه انا عايز تقدم. زي ما بيقولك الفن رساله يعني, عارفه الكلمه اللي هي كليشيه قوي اللي محدش اوكي محدش بيركز معاها قوي دي. بس هي فعلا رساله فيها حاجه, فيها قصه. فهي اتقالت على شكل ايه؟ على شكل اغنيه. اوكي تعالى هيثم, او هو بيقول لي انا عندي اغنيه عايز اعملها, فاسمعها مره واتنين وافهم هو عايز ايه منها, بعد كده بقى انا اترجم اللي هو بيعمله اللي هو ملحنه او اللي هو كاتبه, ساعات هو بيكتب برضه. فبفهم هو عايز ايه وببتدي برضه ادخل في نفس الجو النفسي اللي هو بيعمله. وعملنا حاجات كتير حلوه سوا. هنروح نسمع منهم صوره منه. يلا بينا. الحلقه بتطير كده, بتعمل كده, مش ملاحقين نتكلم ولا نتكلم. على فكره احنا بقالنا 30 كده برضه, نخش مع بعض ونخرج مع بعض برضه. ونتخانق, احنا النهارده يعني هادين شويه. كده اهدى حلقه. اتفضل يا استاذ مينا, المايك معاك. عايزين طب نتكلم عن الكتاب اللي نازل,
كتاب الناس. احكي لنا. الاستاذ محمد مركاوي الصحفي كان رئيس تحرير مجله الكواكب سابقا يعني. كان صديق، هو صديق العيله من زمان قوي ومتعايش مع محمد الموجي من زمان، وصديق لاخويا الموجي الصغير الله يرحمه. فقال قلنا عايزين نعمل كتاب يوثق تاريخه، وفعلا عمل كتب قصه حياته من خلال مجله الكواكب. كان كل اسبوع بينزل حلقه على مدى تقريبا 6 أو 7 أعداد يعني. فعايزين نجمع ده في كتاب، اقترحنا عليه قلنا له عايزين كتاب عشان فيما بعد يتعمل مسلسل ان شاء الله. فدلوقتي الكتاب ده تحت الطبع يعني المفروض شهور كده ويخلص ان شاء الله، خلال شهور يعني. مهم جدا. وعلى نفس الخط برضو ان شاء الله هنعمل له مسرحيه برضو تجسد قصة حياته. انا عايز اشارك لو سمحت يا دكتور. وانا كمان عينينا والله. ونجيب سامر معايا. سلام سامر يا جماعة، كان عامل يعني مشهدين صغننين كده في مسلسل العندليب، كان عامل دور الموسيقى الراحل محمد الموجي، ولكن طبعا يعني قول انت يا دكتور. قول انت هحكي قصة سامر بس بعد ما اقول يعني المسرحية ان شاء الله تبقى تأليف الصحفي الكبير والكاتب المسرحي ايمن الحكيم. وان شاء الله يعني هتتعمل خلال شهر 7 اللي بقى يبقى مع ماشيه مع مئوية يعني في نفس سنه 23 يعني. حلوة. ان شاء الله قريبا ان شاء الله بالنجاح على خير ان شاء الله. اما بالنسبه لسامر بقى يعني كان لسه في اولى عالي، وانا كنت الدكتوره بتاعته وما كانش عارفني قوي عشان ما كانش بيحضر. ايوه زي حلقتي. فعمل الدور بتاع بابا كده، كان بيعزف في مسلسل العندليب، فجي بعد كده بيحضر لي محاضره، بقى دخل اخيرا المحاضره لقيته مرسوم قوي، مش عارفه مرسوم كده ليه يعني. ايه يا سامر مالك؟ مفيش. وبيتكلم بهدوء. قلت له انت عشان عملت دور محمد الموجي يعني هتعيش في الحكايه ولا ايه انت؟ قال لي انا عملت دوره. قلت له تتاثرت بيه؟ قال لي طبعا جدا. بيتكلم بقى كاني. قلت له بس ما ينفعش تعمل ده معايا انا. ايوه. قال لي ليه يا دكتور؟ قلت له انت مش عارف انه يبقى بابا ولا ايه؟ قال ده ايه اتعدل بقى على طول. قعد يضحك قوي. فكان موقف يعني طريف. ينفع يعني. كده يا سامر؟ ينفع كده يا سامر؟ اما اشوفه بس. طيب احمد، ايه الاعمال اللي جايه لك الفتره اللي جايه؟ قول لنا اي حاجه اكسكلوسيف كده للراديو. بتجهز ايه جديد؟ ما تبقاش بخيل قول لنا. هو انا مش بخيل، انا مش عارف. بقى. هل في حاجه تحت التجهيز الفتره دي؟ حاجه شغال عليها؟ في فكرايه قائمه؟ لا. اوكي. شغل بص ما بيقولش، مش عايز يقول، مش عايز يقول. لازم ابقى متاكد 200% وبعدين اقول. هنستنى كل جديدك وكل نجاحاتك. وانت ما شاء الله عليك كل حاجه ليك بتنور حبيبي. امين. وللاسف الشديد يعني وقتنا صغير جدا، كان نفسنا نتكلم عن حاجات كتير قوي ومحطات كتير قوي في حياه الراحل العبقري الاستاذ محمد الموجي، وكان نفسنا نتكلم عن كل اعمالك يا احمد، لان انت في حاجات كتير قوي برضو ما لحقناش نتكلم عنها في وقت حلقتنا الصغيره، ولكن شرفتونا ونورتونا. تتعوض، محتاجين حلقه تاني على طول. انا اللي بشكركم جدا انكم افتكرتوا مئويه محمد الموجي. وانتوا اصلا الاذاعه بتاعتكم بتذيع حاجات قديم وجديد وكل الالوان وكل الانواع، فطبعا اكيد مش هتغفلوا عن يعني مناسبه زي دي. تشرف لينا يا دكتور. وانا سعيد بيكم جدا والله. يعني احنا دايما بنقول دي حلقه من اهم الحلقات اللي احنا عملناها الحقيقه، حاجه في السي في يعني. ونورتونا وشرفتونا. ميرسي جدا جدا. مستنيين جديدك يا احمد لو سمحت. مش متعود عليك وانت رسمي كده. صح. ايه رايك؟ مش واكل معايا. لا انفع. عامله نفسي قلياني. ايه قلياني؟ بنت مذيعه قلياني بتقفل البرنامج يعني حبيبتي ده. طب استنوا لحد الجاي، وكل حد من 9 ل 11 زي ما انتوا عارفين، رنا سماح ومين عطا بالغنى 2023. سلام عليكم.